الساحل وإفريقيا. الساحل وإفريقيا. قد تتطابق استراتيجيات الدول أو تتباين، فتكثف المساعي لنسج علاقات تكامل، ووسط ديناميكية التفاعل تحاك أجندات دخيلة شعارها المصالح. الساحل وإفريقيا برنامج حواري أسبوعي يناقش القضايا السياسية والأمنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وإفريقيا. مستمعينا الأكارم، مرحبا بكم معنا عبر أمواج إذاعة إفريقيا فام في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي الساحل وإفريقيا. إذن تواصل القضية الصحراوية حصد المزيد من المواقف المنصفة والداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، آخرها كان قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار والمسائل السياسية بالأمم المتحدة الذي أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وطالبت اللجنة في قرارها الذي تم اعتماده بالتوافق دون أن يعترض عليه أي دولة بما فيها المغرب والدول الداعمة لها، اللجنة الخاصة المعنية بحال تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أو لجنة 24 أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها 80. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. ومن بين العناصر المتضمنة في القرار أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 15-14 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وكانت قد شهدت الدورة تأكيد الاتحاد الأوروبي على لسان ممثل المجر الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يتماشى مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ويكفل حق الشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. وسبق هذه المواقف حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على خلفية أن إقليم الصحراء الغربية الذي يشمله الاتفاق غير خاضع للسيادة المغربية. للوقوف عند هذه التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية، أسعد باستضافة الدكتور عبد القادر السوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومحلل إذاعة إفريقيا فهم. أهلا وسهلا بك دكتور عبد القادر السوفي. أهلا وسهلا، تحياتي لك أستاذ وأخي رضا، إلى الفريق التقني والقائمة على الإخراج السيدة عائشة، وإلى كل متابعينا. الساحل وإفريقيا برنامج حواري أسبوعي يناقش القضايا السياسية والأمنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وإفريقيا. دكتور، تابعنا قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار والمسائل السياسية على مستوى الأمم المتحدة، القرار أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. دكتور، قبل أن نفصل في القرار أظن أنه من المهم أن نضع المستمعين في الصورة بخصوص هذه اللجنة، يعني اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار والمسائل السياسية على مستوى الأمم المتحدة وأهميتها فيما يخص القضايا المدرجة على جدولها. أظن أن هذه اللجنة، دعنا نقول أن هذه اللجنة لجنة تصفية الاستعمار وهي اللجنة الرابعة، كان على عاتقها أنها ترافق وتساعد كل الشعوب المضطهدة والتي تقع تحت وطأة الاستعمار ووطأة الطغيان أن ترافقها وتمكنها من الاستقلال. اليوم نحن نتحدث عن آخر مستعمرة في إفريقيا ألا وهي الصحراء الغربية. الانتصار الذي حققه اليوم الشعب الصحراوي من خلال قرار
اللجنة الرابعة التي استمعت لمئات ومئات من المتنخرين والذين رفعوا من أجل حق هذا الشعب الصحراوي وقدموا أدلة، كثير من الأدلة التي كانت ربما طي النسيان، أو دعنا نقول أن الكثير من الدول لم تكن تعرف حقيقة القضية الصحراوية، وكأنه أعيد إنتاج الفعل لكرونولوجيا أحداث الصحراء الغربية والعلاقات الصحراء الغربية بجوارها المباشر. وهذه كلها أكدت لدى الرأي الذي تم صناعته، دعني أقول فيها خلال هذه الجلسات، لدى الكثير من الأمم لم تكن تعي حقيقة الاستعمار الذي يطال هذا الشعب، وكل الزيف الذي ربما طمس الحقائق. اليوم وبالإجماع حتى المستعمر نفسه لم يستطع أن يقف ضد هذا القرار، ما يؤكد على نحن أقرب من أيام الاستفتاء وأقرب من حق هذا الشعب من استرجاع ربما أراضيه وسيادته على هذه الأراضي من ما سبق، لأن هذا الشعب أمن وصدق هيئة الأمم المتحدة عندما قبل وضع السلاح والذهاب إلى الاستفتاء وهو في مركز قوة. اليوم استعاد عافيته في أولا الميدان بعد حادثة القرقرات، لكن استعاد عافيته خاصة بعد إعادة إحياء القضية ووصول الحقيقة إلى أغلبية المجتمع الدولي الذي كان يؤمن بسردية واحدة في غياب السردية الفعلية والحقيقية. دكتور، قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار والمسائل السياسية أكد على أمرين مهمين حسب تقديري. أنه أولا أكد على طبيعة النزاع في الصحراء الغربية وعلى طبيعة القضية الصحراوية، أن هذا الإقليم هو إقليم يقع تحت الاستعمار والاحتلال. والأمر الثاني أن للشعب الصحراوي الحق في التعبير عن رأيه وتقرير مصيره. هذا القرار ما أهميته من الناحية القانونية وأيضا السياسية دكتور؟ أولا هذا القرار جاء في مرحلة مهمة في توقيت جيد، لأنه سبقه قرار محكمة العدل الأوروبية، وما جاء في محكمة العدل الأوروبية هو خطاب موجه للدول الأوروبية. يجب أن نجد قراءة أخرى، أن هذا القرار اتجه إلى الدول الأوروبية وقال صريح الإهبارة: أنتم تتعاملون مع من ليس لديه حق على هذه الأراضي، فيجب أن تكون التعاملات الاقتصادية تخص فقط الحدود المعترف بها دوليا. أما الحدود التي لا تمتلك لا يجب أن تتعاملون معها. وعلى هذا الأساس ربما وانطلاقا من هذه هذا القرار الذي أكد مرة أخرى قرار سبقه وهو محكمة العدل الدولية، نتحدث هنا عن سنة 1975، صحيح، جاء اليوم هذا القرار اللجنة الرابعة يؤكد مرة أخرى أن هناك فصل تام ما بين أراضي الصحراوية والأراضي المغربية والأراضي الموريطانية، وهناك فصل ما بين الشعب الموريطاني والشعب المغربي والشعب الموريطاني، وهنا والشعب الصحراوي طبيعة الحال. وهنا قد انتهينا من التفصيل في الحدود الجغرافية والحدود المجتمعية والحدود التاريخية. هذه الأرض التي خضعت للاستعمار الإسباني من 1884 إلى 1975، علما أن هيئة الأمم المتحدة
سنة 63 طالبت إسبانيا أنها تدرج الصحراء الغربية في إطار الأراضي التي تقع تحت وطأة الاستعمار، علما أن المملكة المغربية نالت استقلالها من فرنسا سنة 56 900 ألف، وأخذ الملك محمد الخامس أنذاك الخريطة المغربية التي دونها على مستوى الأمن العام وعلى مستوى هيئة الأمم المتحدة، ونال استقلاله بناء على هذه الخريطة التي قدمتها السلطات المغربية، وهي الخريطة التاريخية. وهذا الاستقلال الذي كان بفضل الثورة الجزائرية التي صحيح، لكن دعنا نقول أن الحدود المغربية مرسومة من قبل الشعب المغربي أو المملكة المغربية في سنة 56، وهي الحدود التي يعترف بها المغرب أولا ثم هيئة الأمم المتحدة ثانيا. إذن اليوم ما جاء على في هذا القرار ما هو إلا تأكيد على حق الشعوب في التمتع بسيادتهم على أراضيهم، والفصل ما بين كل الشعوب والدول. أنتهي هنا أن الغباء اليوم المغربي فوت الفرصة على نفسه وعلى كامل الدول المغاربية من بناء صرح مغربي من شأنه أن يقوي ويعزز العلاقات بين الشعوب ويقوي اقتصادياتها، ونحن نتحدث عن منطقة استراتيجية ذات أهمية خاصة وخالصة تسيطر على ممر مائي مهم ألا وهو منطقة جبل طارق، وتسيطر على أكثر من 3000 أو 5000 كيلومتر من السواحل المطلة على المحيط الأطلسي، ونفس تقريبا المسافات إلى 7000 مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني أن اقتصاديا وسياسيا كان يمكن أن يكون لهذه الشخصية المعنوية أي الاتحاد المغرب العربي مكانة قوية ونافذة جدا، لكن تعنت المغرب جعل عوضا من أن تكون كل المنطقة في سلام وفي أمن جعل من هذا الصراع مع الصحراء الغربية ومع شعب البوليزاريو منطقة كلها دعني أقول يسودها الخلافات والصراعات، وحتى أنه أصبح يعادي كل دول المغاربية التي تقف وراء الحق. الساحل وإفريقيا برنامج حواري أسبوعي يناقش القضايا السياسية والأمنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وإفريقيا. دكتور عبد القادر السوفي، القرار من المهم أن نشير إلى هذه النقطة أنه تم اعتماده يعني بدون تصويت بتوافق كل الدول، ولم يكن هناك ولم يسجل أي موقف يعترض على القرار وفحواه بما فيه دولة المغرب وحتى حلفائها في 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 الأمم المتحدة. كيف يمكن أن نقرأ هذا المغرب الذي يتحدث عن طي النزاع في الصحراء الغربية وأنه هذا الإقليم هو تحت سيادته بدعم دولي، وهو من جهة أخرى يوافق على أن هذا الإقليم هو إقليم محتل ومن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره؟ أظن أن المغرب كان أمام خيارين بما فيه حلفائه، إما أن يذهبون إلى التصويت ويكون تصويت بأغلبية ساحقة، أو يقبل بأن تكون الإجماع له. في كلتا الحالات هناك إجماع، حتى ربما لحفظ بعض ماء الوجه ولتمكين المغرب أنه اليوم على الأقل يعيد حساباته فيما يخص قضية الصحراء الغربية ويعود إلى الطاولة، ويمكن ربما الذهاب إلى حق الاستفتاء، لأن اليوم
أصبح المغرب معزولا، والدولة التي طالما رفعت من أجل حماية هذه الوظيفية المغربية في الصحراء الغربية هي الأخرى وضعت في مكان لا تحسد عليه، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، وأنا أتحدث عن فرنسا. إسبانيا همها الوحيد هو كيفية استغلال الخيرات، وأظن أن دائما الفكر الاستعماري حاضر في القرارات. القرار الذي يعطي الأحقية المطلقة لجبهة البوليزاريو أنها هي الممثل الشرعي الوحيد للصحراء الغربية والشعب الصحراوي، ربما قد يجعل إسبانيا من أجل مصالحها تعيد النظر في ربما حتى الاتفاقيات للصيد البحري بالطبع، وتحاول أن تبني اتفاقيات مع جبهة البوليزاريو للبقاء في تلك المنطقة، علما أن الشعب أن جبهة البوليزاريو لا تمانع، إذ سبق وأن قالت إذا كان للإسبان أن يريدون اتفاق في هذا المجال في مناطقنا يمكن أن إيجاد صياغ. واليوم هم مجبرين على الدخول مع جبهة البوليساريو في مفاوضات، حتى أن جبهة البوليساريو استقبلت نقابات عمالية إسبانية. لا حتى النقابات البحرية الصيد البحري تساند الصحراء الغربية، لأنهم اليوم ملوا وكلوا من هذه الوضعية، لأنهم دخلوا في متاهات وضحية ابتزاز دائم متواصل لنظام المغرب، لأن حتى نظام المغرب المداخيل من هذه تمكنه من الإبقاء على السيطرة على الأراضي المحتلة وتسير الداخل هنا. دكتور، نبقى في يعني هذا الموقف المتناقض وهذا يعني التضاد في الأفكار وفي المواقف المغربية، من جهة يتحدث عن حسم الموقف من الأزمة أو النزاع، ومن جهة أخرى يصوت على قرار أو يوافق على قرار يصنف الصحراء الغربية ضمن المناطق المحتلة في العالم. في هذا السياق دكتور، أود أن أعود إلى تصريح ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الذي قال في 26 ماي 2023، وعمر هلال هو ممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في اجتماع لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، قال: أولئك الذين ما زالوا يتحدثون عن إنهاء الاستعمار نقول لهم إن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية قد تم طيه، فقد تم استكماله في عام 1975 على إثر اتفاق مدريد. ثم ختم كلمته قائلا: أن الصحراء تعد قضية وحدة ترابية للمملكة، ولا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بإنهاء الاستعمار. لكن في 2024، في أكتوبر 2024 بالأمم المتحدة باللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، المغرب يوافق على قرار يصنف إقليم الصحراء الغربية كإقليم محتل، ويؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. هي في الحقيقة دعنا نقول أن ولأمد طويل استطاعت المغرب على مستوى هيئة الأمم المتحدة وفي المنابر الدولية أن تكون بسرديتها وحدها في الميدان، لكن عودة القضية الصحراوية اليوم إلى المنبر الدولي إلى هيئة الأمم المتحدة ربما أزال كل الغيوم التي كانت تغشي العيون، وأزال كل اللبس الذي كان في السردية المغربية، والذي لطالما تحاشى إعطاء الحقائق الفعلية للصحراء الغربية وزورها وبناها ربما كما يقول في الصفصق في الصفصطائية الصفصطائية في الخطاب الصفصطائي أنها تعطي جزء من الحقيقة ولا تعطي كل الحقيقة.
لذلك في خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة ظن المغرب أنه ببيع الذمة من خلال التطبيع والاتفاق الثلاثي الذي بناه مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يذكر بهذا مع ترامب يذكر بذلك الاتفاق اتفاق 1975 أنه ظن باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية فقط يكفي أنها تسيطر على هذه على الأراضي المحتلة ونسي أن هناك مجتمع دولي وهناك هيئة أمم وهناك لجنة تصفية الاستعمار اللجنة الرابعة ونسي أن هناك جمعية عامة ونسي أن هناك أيضا مجلس أمن وأن هناك اتحاد إفريقي وأن هناك أمانة عامة وأن هناك لهيئة الأمم المتحدة وأن هناك بعثة أممية اسمها المينورسو لازالت تعمل وهناك دول لازالت ترافع من أجل حق الشعوب في تقرير المصير. كل هذه تناساها ومسحها وكأن كفى أن ترامب قال أنني سأفتح قنصلية في الداخلة. ربما استقوى أكثر بعد ابتزازات التي تعرضت لها إسبانيا ومن خلالها عرضت أنها تقبل مشروع أو تقف على مشروع المغربي للحكم الذاتي وهذا ما ربما دعمه الرئيس الفرنسي. لكن كل هذه المواقف كانت شرطية مرتبطة بمصالح أي أن المغرب ينفذ تلك المصالح وتلك الدول تعبر عن مواقف سياسية ليس لها أساس من القوة القانونية ولا يمكنها أن تؤثر في المركز القانوني لقضية الصحراء الغربية وهو ما أكده قرار أو حكم محكمة العدل الأوروبية يجب أن نتحدث بين القرارين قرار المحكمة محكمة العدل الدولية وقرار محكمة الأوروبية أن هناك قرار يتناساه الكثير وهو قرار المحكمة الإسبانية الذي يقر أن إسبانيا لم تنتهي من التدابير تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية مهم جدا وهي تجبر الدولة الإسبانية على الذهاب نحو الاستفتاء أي إتمام الإجراءات القانونية وهو ما يؤكده إلى حد اليوم إسبانيا هي التي تدير المجال الجوي والبحري لإقليم الصحراء الغربية وهي التي تعطي الإذن للطائرات المغربية للنزول بالأراضي ولا زال على عاتقها التسيير الإداري بما فيه تحضير الانتخابات أي الاستفتاء. دكتور الحديث عن الأمم المتحدة عن مسؤولية الأمم المتحدة والحل في الصحراء الغربية يقودنا الحديث عن الخرجة الأخيرة لستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي الأمين العام الأمم المتحدة للصحراء الغربية والذي اقترح على أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع. التساؤل الذي يطرح نفسه إذا كان المغرب كما يقول أنه حسم القضية لصالحه بتبني الأمم تبني المقترح الحكم الذاتي الذي يقول أنه تم حسمه لماذا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الشخصي تتحدث عن مقترح تقسيم الصحراء الغربية؟ شوف انظر لو قبلت جبهة البوليساريو بهذا المقترح سوف تقبل المغرب لأن المغرب سوف تقبل بأي شيء يمكنها من أخذ هذه الأراضي التي ليست ملكا لها ولا أظن أن جبهة البوليساريو سوف تقبل بهذا المقترح لسببين لأنها صاحبة الحق في هذه الأراضي والسبب الثاني
أن كل في المقترح كل الأراضي التي اقترحها ديمستورا اقترحها الأراضي الفقيرة فقط بالنسبة لجبهة البوليزاريو وكل المناطق السياحية والتي تطل على على البحر والاقتصادية وغيرها للمغرب. وإن كان نحن نعلم أن هذه خطوة جيدة حتى وإن لم ترقى إلى ما يريده الشعب الصحراوي، فالخطوة أن هناك ربما تطور في الموقف والتطور في مواقف المجتمع الدولي، أن اليوم هذا وما أشبه الأمس باليوم. لماذا أقول هذا؟ اقترحت فرنسا على الجزائر تقسيم الجزائر إلى نصفين وتقسيم الشمال عن الجنوب، لكن المفاوضون الجزائريون والشعب الجزائري لم يقبل بهذا التقسيم بل يريد أراضيه كاملة مستكملة، ولذلك الصحراويين سوف يرافعون من أجل هذا الشيء. أما المغرب هو معروف عليه في الحقيقة أنه يناور ويحاول أن يأخذ كل ما أعطي له، دليل ربما ممكن شاهدنا اليوم من خلال وصل به الأمر في التطبيع أنه يبث في إحدى قنواته مسلسل هو ليس يبث فقط أفتح قوس دكتور، لكن فرض عليه. لا لأني أقول أنه لأن الحكم لم يعد بين أيدي صحيح. المهم على القناة تلك القناة مسلسل لجندية تشارك فيه مجندة صهيونية وكأنه هي البطلة، وهذا أثار حافظة كل الشعب المغربي الذي خرج عن بكرة أبيه بكل مستوياته الطبقات المثقفة والشعب أنه يرفض رفضا قاطعا أن تكون هذه الصورة صورة الشعب، إذا بل بالعكس يريد ربما الدفع بالسلطات المغربية أن تنتفض عن هذه المواقف دعني أقول الرذيلة لأنها والمخزية والتي تجعل من المغرب أو نظام المغرب عبدا لمن يملي عليها، خاصة في هذه الظروف ونحن نشاهد كل هذه المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وخاصة في شمال غزة في 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 لبنان، يعني في ظل كل هذا يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني. ما لا يقال أن المغرب ترافع على السردية الصهيونية تدافع عليها وموقفها هو موقف مخزي، موقف عار وموقف مناهض للمقاومة الفلسطينية. دكتور، هل يمكن القول أن القضية الصحراوية دخلت ديناميكية جديدة اليوم؟ أكيد أنا متفائل بالنسبة للشعب الصحراوي، والمعطيات الأخيرة كلها توحي بأن القضية الصحراوية من شأنها أنها تجد لها مخرجا والذهاب نحو الاستفتاء وإجبار المملكة المغربية على الرضوخ لقوانين الدولية ولميثاق هيئة الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر سوفي على كل ما قدمته. عفوا. كان على العارضة التقنية ياسمين وفي الإخراج عائشة عامر. تقبلوا تحياتي أنا رضا شنوف، إلى عدد مقبل من برنامجكم الأسبوعي الساحل وإفريقيا، إلى اللقاء.